نجدد اللقاء حبلنا الكريم من مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل متابعينا الكرام بانطلاقة الشوط الحادي عشر المخصص لسن الاذاعه الجعدان المحليات الاصايل الهجن ابناء القبائل شوطنا الحادي عشر في مجموعه الاشواط. نرحب بهذه الشعارات التي تزين ميدان الاصايل ميدان الاهباب، وهنا ايضا 5 كيلومتر هي الرحله الموفقه الى هذا السن. ابحر على مقدمه هذا الشوط والصداره هو المقدمه، هناك ايضا على المركز الاول شعار سالم بن محمد بالضبيعه اللي اشتبي ايضا يقدم لنا شاهين على الصداره على مقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني اصبح من نصيب شاهين لسيف بن مطار بن محمد بالضبيعه اللي اشتبي ايضا ياتي ايضا المركز الثاني، بينما الدور دور المركز الثالث اصبح من نصيب شاهين ايضا لمحمد بن علي بن راشد الاشتبي ايضا بن كليب الاشتبي يقدم لنا شاهين على المركز الثالث والمركز الرابع. ما شاء الله هنا ايضا شاهين يتواجد على المركز الرابع لاحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، وانتقل مباشرة للمركز الخامس ايضا هنا ينضم اليه هنا ايضا شاهين على المركز الخامس. ما شاء الله سلالة شاهين هي على خامس المراكز، هنا ايضا يتواجد راشد بن سعيد بن مطر بالضبيعة الاشتبي يقدم شاهين على المركز الخامس. المركز السادس الوصول ايضا هنا من شعار مع سالك علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا يقدم لنا سالك على المركز السادس، والمركز السابع اصبح من نصيب منحاش مصبح بن سعيد برويس الاشتبي، والمركز الثامن الوصول من عزام عوض بن صغير بن قنوب يراده الاشتبي يقدم لنا عزام، بينما المركز التاسع هناك ايضا المهب سعيد بن سهيل بن دريوي الاشتبي ايضا يقدم لنا المهب على المركز التاسع، واختم النداء بعاشر المراكز هنا المثير محمد بن حمد العويسي يقدم لنا مثير على المركز العاشر. هكذا كان النداء الاول للعشر المراكز الاولى المتقدمه، ورا هنا شعارات واسامي ما حان موعدها خلف العشر المراكز. ترقب المفاجات، هنا النداء الاول ولنا عوده والعوده حميده باذن الله تعالى، لا تغير على الصداره لا تغير على مقدمه هذا الشوط، الامور على ما يرام انه هي لصالح هنا ايضا شاهين سالم بن محمد بالضبيعه الاشتبي هو من يقدم لنا شاهين على الصداره، بينما المركز الثاني اصبح من نصيب شاهين لسيف بن مطر بن محمد بالضبيعه الاشتبي، وقدوم ايضا من شاهين اخر هنا ايضا حامل شعار بن كليب ما شاء الله مع محمد بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي، والدور دور المركز الرابع يتقدم ايضا شاهين لاحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، والمركز الخامس شعار بعاليه الله يا سلام، هنا ايضا مع سالك علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا يقدم لنا سالك، ولكن هنا الوصول ايضا مبكرا من مثير محمد بن حمد العويسي ايضا يقدم لنا مثير على المركز الخامس، وبدا ايضا يتقدم رويدا رويدا المركز السابع اصبح من نصيب عزام عوض بن صغير بن قنون بن يراده هي الاشتبي ايضا يقدم عزام على المركز السادس، وهنا ايضا ضيف الشرف قادم ما شاء الله حامل القوه والاثاره والتحديات، هنا ايضا بدا ايضا يشكل على المركز السابع شعار بن دريوي مع المهب سعيد بن سهيل بن دريوي الاشتبي يا سلام، هناك ايضا العابر لسالم بن صغير بن سالم بن علي الوهيبي بدا ايضا بدا بالقدوم في هذه اللحظات، بينما هنا الوصول على المركز التاسع من يحمل رقم 2 اللي هو مختار محمد بن سلطان بن دميثان القمزي ايضا وشعار بن معدن قادم يحلق على تاسع، او المركز العاشر هناك هملول عبد الله بن راشد بن معدن الاشتبي. هكذا حبلنا الكريم كان النداء الثاني للعشر المراكز الاولى، فان سالتونا فنحن نغادر المنعطف الاخير متجهين اتجاه صحيح مستقيم الى خط النهايه، ولكن هناك الصداره التغيرات التي جرت وطرت على المقدمه محمد بن حمد العويسي يقدم لنا مثير على صداره هذا الشوط، والعابر قادم ايضا لسالم بن صغير بن سالم بن علي الوهيبي يحلق على المركز الثاني، والمركز الثالث اصبح من نصيب سالك علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا يقدم لنا سالك على المركز الثالث، والمركز الرابع اصبح من نصيب شاهين محمد بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي، وقدوم ايضا من المهب يا سلام سعيد بن سهيل بن دريوي
ايش تبي يقدم لنا المهب، ولكن ما شاء الله هنا ايضا صدرت الاوامر مبكرا على هملول عبد الله بن راشد بن معدن الاشتبي، ما شاء الله دعناه به بالمركز العاشر وبدأ أيضا يشكل مقدمة هذا الشوط. يا سلام، وهذا الشعار الذي أيضا صار وجال في عالم سباقات الهجن، ما شاء الله هملول يقود المسيرة قيادة حكيمة، ما شاء الله يخطف المركز الأول بكل جدارة وبكل قوة وبكل إثارة لكي أيضا يقود المسيرة قيادة حكيمة هملول عبد الله بن راشد بن معدن الاشتبي. ولكن هناك أيضا العابر، يا سلام، على المركز الثاني سالم بن صغير بن سالم بن علي لوهيب وشعار بو عالية قادم، يا سلام. هنا شعار بن كليب أيضا مميزا دائما، وشعار حمد بن حمد العويسي أيضا مع مثير، ووصول أيضا من المهب سعيد بن سهيل بن دليوي الاشتبي أيضا على المركز الخامس. يا سلام، شوف ما شاء الله المهب بدأ يتسلل من موقع إلى موقع، ما شاء الله يبي يسجل النقطة الخامسة صباحية هذا الشعار بن دليوي. لنا عودة على الصدارة، نكتفي بالخمسة المراكز الأولى المتقدمة مع هملول. يا سلام يا أبو راشد، يقدم لنا هملول عبد الله بن راشد بن معدن الاشتبي هنا، ولكن هنا العابر بدأ يعبر العابر من موقع إلى موقع سالب صغير الوهيبي، ولكن وين أبو عالية يا سلام، ولكن شعار بن كليب هنا مع شاهين. يا سلام محمد بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي أيضا يقدم لنا شاهين على المركز الثالث، سالك بن ياتي على المركز الرابع لعلي بن محمود بن حبيب الرضا. ولكن شوف ما شاء الله، ها المهب هبة هبوب سهيلي، يا سلام، بارد هواها مريف، الله يا سلام، مهب على المركز الثاني. ولكن هملول ما شاء الله، يا سلام، عبد الله بن راشد بن معدن الاشتبي هو من يقدم لنا السلاله الهملوليه، السلاله الغنيه عن التعريف. ولكن ارصد هناك سالك بدا يشكل الخطوره، والزحف قادم، الزحف ما شاء الله، هنا الوصول ايضا ما شاء الله. ولكن هملول خلاص، يا هملول على صدارة هذا الشوط، والله الخطورة من شعار أبو عالي هناك سالك، وهنا أيضا العابر العابر إلى بر الأمان، العابر إلى بر الأمان، وهملول صامت ما شاء الله، صامت هملول، لكن العابر ولا هملول ما شاء الله مع عبد الله بن راشد بن معدن الاشتبي هو من يطلق عنان هملول على صدارة هذا الشوط، ولكن العابر يشكل الخطورة النهائية. وارصد مختار، ارصد مختار محمد بن سلطان بن دميثان القمزي بدا يتسلل من عمق الميدان، ما شاء الله المختار ولا هملول ولا العابر، ولكن مختار تانينا محمد بن سلطان بن دميثان القمزي على فوز مختار بالمركز الاول. المركز الثاني العابر على المركز الثاني سالم الصغير الوهيبي، المركز الثالث الهملول عبد الله بن راشد بن معدن الاشتبي، المركز الرابع حتى العاشر حين المركز الرابع المهب سعيد بن سهيل بن دريوي، والبقيه عند لجنه خط النهايه. التوقيت 8 دقائق 6 ثواني يسجلها مختار تحت اقدامه عندما فاجانا في الامتار الاخيره لمحمد بن سلطان بن دميثان القمزي. هنيالك يا ابو سلطان، واسعد الله صباحك هذا بكل